دابا انا رجعت لهاد المدينه هادي باش صافي نشد من هاد الطياره نمشي نخرج من هاد الجزيره هادي بارك عليا منها نمشي لجزيره اخرى ندوز فيها هاد الايامات اللي مازال ليا في اندونيسيا. ولكن قبيله حتى طلعت عندنا الطياره بقيت في المطار بقيت كنسكرولي في يوتيوب ولا لقى واحد الفيديو ديال واحد القبيله مسلمه هنا في الجزيره هادي وعندهم واحد التقاليد في شكل شي حاجه ما يتقبلش العقل. وصافي قررت اني نقلب على المشكله هذه، ما كانش عليها فيديوهات بزاف وصعيب باش نلقاها. ودابا كنقلب كنحاول نقلب على البلاصه فين كاينين بالضبط باش نمشي لعندهم. صراحه كيف ما قلت لهم انا كنت باغي نمشي نخرج من هنا، ولكن البلان ديال هاد القبيله هادي جاري بشكل وغادي ناخذ هكا تشالنج خصني نلقاهم ونمشي نصورهم. واخا شويه هما بعاد من هاد المدينه هادي غادي نحاول نكريهم غطور تقريبا نمشي 150 كيلومتر غير المنطقة اللي ما عارفاني دابا ما عارف زعما اللوكيشن ديالهم بالضبط ما عارفاش. كان كيحسب ليا بلي الهند هي اكثر بلد فيه ثقافات مختلفين وداك الشيء في شكل، ولكن اندونيسيا هي سطاج الوحش. عرفتو غير ملي جيت لهاد الجزيرة هادي عرفتو شحال ديال القبائل في هاد الجزيرة؟ هاد الجزيرة بوحدها واندونيسيا راه فيها 17000 جزيرة. تخيل معايا 17000، شو غا 1000 جزيرة شحال من جزيرة و 17000 جزيرة، وكل جزيرة تلقى فيها شي قبائل وشي ثقافات وشي عادات في شكل. كنظن ان اندونيسيا هي اكثر بلد غتلقى فيه التنوع، اكثر بلد في العالم غتلقى فيه شي حوايج في شكل اللي ما يطيحوش على بال. هاد الجزيره هادي كما قلت لكم فيها بزاف البرانات وبزاف ديال القبائل، وكل قبيله مختلفه. واخا كتلقاهم قبائل مسلمين ولكن عندهم شي تقاليد وشي عادات اللي ما يطيحوش على بال. ولكن الا بقيت غير هنايا عرفتي الا بغيت انا نبقى غير في هاد الجزيره غادي نصور بزاف ديال الفيديوهات، ولكن هنايا كما قلت لكم في ستوري ديال الصباح صعيب انا الترونسبور خصك تبقى ديما بالطيارات وهاد الليفل هذا مهزر. كنت كنقول لكم انه داك الليفل ديال انك تبقى تاخذ غير الطيارات في الترونسبور مازال ما وصلناش ليه حنايا. كنت باغي نقول لكم ان هنايا شي قبائل واخدين الاسلام غا بالسميه وصافي، كيديروا شي تقاليد وشي عادات اللي كتلقاهم كيداووا بالسحر الاسود، اللي كتلقاهم كيعبدوا شي حاجه في شكل اللي غادي يهرب ليك غادي يهرب ليك في هذه الجزيره هذه. وهذه مازال معروفه شويه بعد على الاقل الجزيره ديال سولاويسي مازال معروفه بين السياح اللوكالز، ما كيجيوش ليها السياح الاجانب بزاف، ولكن الناس المحليين مازال كيمشيو ليها كيجيو كيجربوا ستريت فود في هذه المدينه هذه اللي صورنا ستريت فود اللي شفتو معايا في الفيديو. ولكن تخيل مع دوك الجزر الاخرين اللي تلقاهم حتى ما شي قبائل، وكاين واحد القبيله هنايا ما وصلهمش كاع هما التكنولوجيا، ما كاين لا تكنولوجيا لا ضو لا، عايشين واحد الحياه بدائيه.